أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة صاحب النافلة لصاحب الفريضة والعكس بالعكس؟ صحيح أنه لا بأس بذلك أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف معاذ رضي الله عنه، وصلاة معاذ نافلة لأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج وصلى بأصحابه، فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على معاذ، ولم يأمرهم بالإعادة، دل على جواز صلاة النافلة على جواز صلاة الفريضة خلف النافلة. وصلى الصحابة أيضا خلف عمر بن سلمة وهو صبي لم يبلغ، وصلاة الصبي نافلة، وصلاة أصحابه فريضة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أقرهم على ذلك. وكذلك العكس، تجوز صلاة النافلة خلف صلاة الفريضة، وذلك كما في قصة الذين صلوا في منى ثم جاءوا وإلى مسجد الخيف والنبي صلى الله عليه وسلم صلي بأصحابه فجلسوا ولم يصلوا، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إذا جئتم الصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، دل على أنها تجوز صلاة النافلة خلف الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل دخل في صلاة العشاء، وكما في حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه، لما دخل رجل فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه، هي لأبي بكر نافلة أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي دخل في حقه فريضة، فدل على صحة اقتداء المتنفل بالمختلف.